يا كابتن أيمن، ألف 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 مبروك ليك ولنجوم الاستوديو اللي معاك والأسرة، وطبعا قناة النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. فرحة كبيرة جدا جدا موجودة دلوقتي في المقر الرئيسي للنادي الأهلي. يمكن كان في دايما طول المباراة طمع في الجون الثاني والثالث والرابع، ولسه كنا عايزين المزيد. ألف مبروك لبرونزية جديدة بتضاف للنادي الأهلي وإنجاز تاريخي جديد. ومعانا في هذه اللحظات الجمهور أو أعضاء النادي الأهلي هنا بنشارك الفرحة. خلونا نبتدي دلوقتي، تحبي تقولي ايه النهارده بعد الفوز؟ الف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وكل مجلس الاداره بالكامل. واحنا فرحانين جدا وسعيدين جدا ان الحمد لله ربنا كرمنا النهارده، والحكمه دي ممتازه جدا، ولو كانت موجوده في الماتش اللي فات كنا كسبنا وكنا حصلنا على الذهبيه ان شاء الله. بس الحمد لله، الحمد لله على كل حال. اكتر حد عجبك النهارده في الماتش ايه؟ اللعيبه كلها وروح النادي الاهلي. كل اللعيبه بصراحه كانت لعبت بشكل كويس، وكان في روح حلوه، الجهاز الفني وكابتن محمود الخطيب برضه مساند اللعيبه في كل البطولات بصراحه. وبحب اشكر الكابتن ايمن شوقي والضيوف اللي معاه وكل الجماهير اللي موجوده هنا من الصبح دي وقاعدين مستنيين عشان نفرح ان شاء الله، وان شاء الله البطولات اللي جايه كلها في الاهلي ان شاء الله. تقول ايه لعيبه الاهلي النهارده بعد البرونزيه الرابعه في تاريخنا؟ بجد شكرا للنادي الاهلي النهارده على المكسب، واحنا كنا رايحين كاس العالم السنه دي ننافس على كاس العالم. احنا النادي الاهلي اي فريق بيلعب قدام النادي الاهلي بيبقى خايف من النادي الاهلي. الاتحاد السعودي كان بيقول ان هو بيخوف النادي الاهلي، لا احنا النادي الاهلي، وان شاء الله السنه الجايه ننافس على البطوله باذن الله. وضع طبيعي الحمد لله ان احنا ناخد البرونزيه، كان املنا اكبر ان احنا نوصل لابعد نقطه، بس الحمد لله يعني ان احنا عملنا الاداء ده. والاهلي في اي وقت يا جماعه يتخاف منه، والاهلي ما يتخافش عليه، الحمد لله. هو الحمد لله رب العالمين. هو الماتش بتاع النهارده تعويض عن ماتش فلومنسي، لان احنا كنا الاحق بالوصول للنهائي، بس الحمد لله عشان ربنا يكرمنا ونفرح الناس ونفرح الملايين، لان فعلا الاهلي كان يستحق ان يوصل للنهائي حقيقي. والف مبروك لجماهير الكره المصريه وان شاء الله في تقدم باذن الله. احنا بنقول الف مبروك للنادي الاهلي، والنادي الاهلي يفرح شعب مصر كله، وكل شعب مصر بيتفرج على ماتش النادي الاهلي، والحمد لله. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. المفروض النهارده الأهلي يبقى في البطولة النهائية، الكأس النهارده كان المفروض يبقى بتاعنا بسبب الحكم الظالم بتاع النهارده، واحدة مازة حريم حكمه أحسن منه، الحمد لله والشكر لله. إيه أكتر حاجة عجبتك في ماتش النهارده؟ والله كلهم أحسن من بعض، الحمد لله اللعيبة رجالة واقفة على رجليها مصممة، وربنا عوضنا عن الماتش اللي فات الحمد لله رب العالمين. أحسن لاعب في مباراة اليوم كان مين من وجهة نظرك؟ كلهم، ان الروح احلى حاجه في الدنيا، وبعدين ده النادي الاهلي، هو ده اللي احنا بنحبه، وده اللي فرح الناس دي كلها وفرح مصر وفرح كل العالم. احنا سياد افريقيا، فدي الحمد لله، ونحمد ربنا ونشكر ونشكر كابتن الخطيب، وبنشكر المرتجي باشا اللي هو دلوقتي وشه حلو على النادي الاهلي هناك، ومتشكرين جدا، وربنا يخليكم لينا ونفرح تاني وتاني ورابع ومليون مره، الحمد لله على كل شيء. ربنا يشفي الخطيب ويجيبه بالسلامه. اللعيبه كلها رجاله، والحمد لله عملنا ماتش كويس، والبطوله كلها كويسه الحمد لله. كنا عايزين ان شاء الله نبقى في النهائي النهارده، بس الحمد لله برضه احنا حققنا البونزيه الرابعه لينا، والحمد لله. يعني ان شاء الله كل البطولات الجايه نركز بقى في البطوله اللي بعديها زي ما احنا متعودين في النادي الاهلي. خلاص هنفرح النهارده، وان شاء الله من بكره نركز في البطوله الجايه ان شاء الله. تقول ايه لعيبه النادي الاهلي النهارده بعد البرونزيه؟ بشكر لعيبه النادي الاهلي وبهنيهم على الاداء الجيد ده، والصراحه احنا كنا نستحق المركز الاول، بس الحمد لله طبعا، والاهلي فرحنا كلنا جماهير واعضاء وكله الحمد لله. ده كان جزء تاني من جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي هنا، والفرحه الكبيره اللي بتعم كل مكان موجود في النادي الاهلي هنا بالجزيره. وانا معاك يا كابتن ايمن، ولسه مستمرين في تغطيتنا عقب مباراه اليوم. اتفضل.